السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم تتشوفوني. المهم اللي بغيت نقول لكم هو راه درت قناه جديده، ياك هادي نخلي لكم لو ليان ديالها في القناه ديالي القديمه. القناه الاخرى كلها مشاكل، كلها هذاك الادسنس حلف لا تقاد، الكود حلف لا وصلني. وانا جالسه كنتسنى، وقلت فاش عاود نجلس كنتسنى وما تعرف يكون داك الكود وصال ودا شي حاجه ولا العلم لله ما نتقلدش. حليت قناه واحده اخرى وهي اللي غادي نبدا نلوح فيها دابا كل شيء. سميتها كويزيني افيك ليلى بالاس جوج، ومطبخ ليلى بالاس جوج. هذه هي السميه اللي قلت نسميها، وان شاء الله الرحمن الرحيمين كيف عرفتوا فيا الشفافيه والمصداقيه ان شاء الله يعجبكم الشيوات اللي غادي نديرو انصومبل وبارطاجيو مع اصحابكم. راكم عارفين الشروط صعاب وما اللي خلوني كاع ما نديرش ما نعاودش القناه، ولكن شفت عييت وتلاقيت ما عنديش الحل. خصك تجمعي 1000 ابوني وتجمعي 4000 ساعه وما سهلاش، يعني خصكم ضروري تعاونوا معايا باش نكمل هاد الشروط. بارطاجيو مع صحابكم، ابونيو وما ديروش ابوني الا ما شفتوا الفيديو او موان بعدا يا كامل يا النص، سينو راه ما كتقبلش الابوني ديالكم. وبارطاجيو مع صحابكم وحبابكم، انا راه كاينه في الخدمه دابا وكندير هاد الفيديو. بارطاجيو الماكسيموم باش تعاود تطلع. الاخرى راه وصلت تبارك الله ل 95000 وشي حاجه، هادي راه باقي على الله. يلا نخليكم ونتلاقاو ان شاء الله منين تقاد القناه ديالي. دابا خصها غير كيف قلت لكم نكمل غير الشروط 4000 ساعه و 1000 ابوني، وديك الساعه غادي نبدا نلوح لي فيديو. الا بغيتو تعاونوا معايا راه غادي خصكم دوزوا الفيديوهات يدوزوا باش يبداو يتماركاو السوايع ولي زابوني ديالكم ولي لا يخطيكم. وشكرا بزاف بزاف، ونتلاقاو منين تفعل لي القناه.